صباح الخير يا سيادة الرئيس، متشرف جدا بوجودي مع حضرتك ومتشرف جدا بوجودي مع اخواتي من القادرون باختلاف، وجايب لكم احلى بنتين في مصر. صباح الخير، انا اسمي مس محمود، عندي 9 سنين، من الناجي من الحروب، بطل سباحه ومعايا ميداليات كتيره. بونجورنو، مي كيامو انجي محمد او فنتونو اني استو ستوديانو الا فاكولتا دي الالسون اونيفرسيتا دي مينيا ديبارتمنتو دي الانجي. الناس اللي بتسقف ورا، حد فاهم حاجه؟ هو انت مش مصريه زينا انجي ولا ايه؟ لا انا مصريه يا شيكو. انت مش بتعرف ايطاليا ولا ايه؟ انا للاسف ما اعرفش اي حاجه عن ايطاليا غير البيتزا والمكرونه، وهم اللي عملوا فيا كده. طيب خلاص، انا هقول لك انا كنت بقول ايه. صباح الخير، انا انجي محمد، عندي 21 سنه، بدرس في كليه الالسن جامعه المنيا قسم اللغه الايطاليه. بس كده، هو ده اللي كنت بقوله. ايوه كده الموضوع مفهوم، كملي كده. جراتسي اتشيلنسا بريزيدنت عبد الفتاح السيسي، جراتسي برسو انتريسي ايل سو سوستينيوني نوستري كونفرونتي. وانا كمان بقول لحضرتك جراتسي يا سيادة الرئيس، لان حضرتك اهتميت ببصمنا من الناجي من الحروب، وركبت الطياره، وكمان القوات المسلحه، وفرت لها اطراف صناعيه. نظره المجتمع اختلفت للناجي من الحروب. ترجمي بقى اللي انت قلتيه ده. هو انا كنت بس اتكلمت ورماس قطعتني، انا كنت بقول بس شكرا فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، شكرا لاهتمامك ودعمك لينا. ده انا اللي بشكركم انتم رماس وانجي، وطبعا الفنان شيكو، اهلا وسهلا. ده انا اللي بشكركم يا ريس. انتوا اليوم بتاعكم ده والله بيبقى يوم جميل قوي، وبنعيش عليه السنه كلها، بنعيش عليه السنه كلها. ربنا يوفقكم.